نعم، هجوم كويتا اليوم أو أمس الذي أسفر عن مقتل 4، اثنان منهم من رجال الشرطة واثنان مدنيان. كان أحد المدنيين طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات. الانفجار كان بعبوة ناسفة تم التحكم بها عن بعد، استهدفت مركبة للشرطة، راح ضحيتها اثنان كما ذكرنا من رجال الشرطة ومدنيان. حتى الآن لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، ولكن المحللين والمراقبين يتوقعون أن تكون حركة طالبان باكستانية أو الجماعات الانفصالية البلوشية وراء هذا الهجوم، خاصة وأنه وقع في مدينة كوتا عاصمة إقليم بلوچستان. ولكن حتى الآن بشكل رسمي لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. هذا الهجوم يعني يأتي ضمن سلسلة الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في الآونة الأخيرة ضد الأجهزة الأمنية الباكستانية والجيش الباكستاني، وهو يعني كما ترون انفجارات تستهدف رجال الشرطة في مناطق مختلفة، وهجوم مسلح بين فترة وأخرى ضد الجيش وضد الشرطة، خاصة في المناطق المحاذية لأفغانستان وإيران، وهما إقليما خيبر بختونخوا وإقليم بلوچستان، اللذان ينشطان فيهما الجماعات المسلحة والجماعات الانفصالية بشكل كبير. هذا الأمر أدى إلى اجتماع مجلس الأمن القومي الأسبوع الماضي في باكستان، وإعلان الحكومة والجيش الباكستاني عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحركات المسلحة في عموم باكستان. ولكن حتى الآن لم يعني تصدر أي أخبار عن بدء هذه العملية، إن كان بدأت أم لا، وعن يعني تحركاتها. ولكن تمام. الأيام المقبلة قد تظهر يعني بعض التحركات. وعلى ما يبدو أن الجماعات المسلحة بعد أن أعلنت الحكومة هذه عن بدء العملية المسلحة، يبدو أنها تقوم بعملية تحدي كما يرى المراقبون، هي عمليات تحدي ضد نعم. الأجهزة الأمنية والجيش الباكستاني بشن مثل هذه الهجمات، حيث أنه تم هذا الاستهداف الثالث منذ إعلان الحكومة بدء عملية عسكرية واسعة النطاق. نعم. أشكرك من إسلام آباد مراسل الغد إسماعيل مطر.